الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. ابتدي النهارده دراستنا في سفر يشوع. المره اللي فاتت اتكلمنا على مقدمه واتكلمنا على يشوع ويشوع علاقته بموسى ويشوع كمثل للسيد المسيح، وقلنا ان سفر يشوع بيتكون من ثلاث اقسام. القسم ال 12 اصحاح الاولانيين هي فتره الحروب والانتصارات، وبعد كده الميراث لما استلموا الأرض وابتدوا يعيشوا فيها، والجزء الأخير الوصية اللي ادها لهم يشوع قبل وفاته. فالإصحاح الأول من الجزء الأول هيكون طبيعي بيتكلم على الحروب والإيه والانتصارات. احنا الهدف بتاعنا مش دراسة مجرد حروب وانتصارات عادية، ولكن احنا كل دراستنا هي دراسة مثل حروبنا الروحية ومعونة ربنا لينا لدخول أرض الإيه؟ الموعد. أرض الموعد بالنسبة لنا مش أرض كنعان ولكن أورشليم السمائية. فشفنا في سفر الخروج إزاي ربنا أخرجنا من عبودية فرعون، ومرحلة الخروج من سفر الخروج من مصر دي بتمثل المعمودية، وقلنا إن حياة الشعب في البرية هي حياتنا على إيه؟ الأرض. إحنا دلوقتي بنعدكم للانطلاق إلى إيه؟ إلى السماء، يعني عشان السماء ما تبقاش غريبة علينا، تمام؟ وقلنا المرة اللي فاتت إن السفر بيبتدي بحرف الواو، وما فيش حد يبتدي يكلمه بحرف الواو إلا لو كان بيتكلم وبإيه؟ بيكمل وإيه؟ وعطف، يبقى معطوف على إيه؟ فهنا إحنا قلنا إن الإصحاح الأخير في سفر التثنية اللي كتبه يشوع وهو بيذكر خبر موت موسى، وهنا بيبتدي يشوع يكتب السفر اللي هو بيحكي قصة قيادته للشعب. وكان زي ما قلنا المرة اللي فاتت ما يقدرش يشوع يكتب ويتكلم إلا لما موسى إيه؟ يموت. وشرحنا الحتة ديت إن موسى يرمز لإيه؟ للناموس، ويشوع يرمز للمسيح. السيد المسيح جه أكمل إيه؟ الناموس. لكن الناموس ما يقدرش يدخلنا أرض الموعد. الناموس يعرفنا إن إحنا إيه؟ غلطانين. يعني أنت المثل اللي أنا بذكره كتير، عسكري المرور، لو واحد عسكري وقف جه وراك، عمر ما عسكري بيوقف واحد يقول له الحقيقة أنا وانا أبريشيت يو علشان خاطر أنت سايق كويس قوي. أنت أول ما بتلاقي اللمض الحمراء منورة وراك بتعرف إن في إيه؟ في مشكلة. اهو الناموس عامل زي اللمض الحمراء اللي في ايه؟ في عربية البوليس. لان كل خطية هي تعدي للناموس، وكل تعدي للناموس اجرته ايه؟ موت. لذلك الناموس كان بيورينا احنا ماشيين صح ولا ماشيين غلط. بس من غير الناموس برضو ما نوصلش لايه؟ لان احنا نعبر علشان ندخل ارض كنعان. فالناموس مهم، ولكن الناموس بيورينا ان احنا ايه؟ خطاه. عشان كده المسيح جه لكي يكمل الناموس ولكي يعطينا بره. يبقى هو كده احنا لما يجي الناموس يقول لنا انتوا غلطانين، اقول له انا متبرر في دم يسوع. بايه؟ بايماني وبالتصاقي وبحياتي واعمالي وكل القصص دي. واخدين بالكم؟ فهنا بيقول وكان بعد موت موسى عبد الرب. وشفنا ان من التأملات الجميلة ان موسى لما مات في مشهد عجيب قوي. الشعب ما شافش موسى وهو بيموت، الشعب شاف موسى وهو بيصعد لإيه؟ للجبل. وبعد كده موت موسى ودفن موسى محدش شافهم ولا حد يعرف القبر بتاعه ده فين. وده رمز لان لا يستطيع احد ان يكمل الناموس الا مين؟ الا الله. عشان كده كل إنسان كان ساقط تحت إيه؟ تحت الناموس. فموت موسى بالطريقة ديت ترمز لإكمال الناموس بالعمل الإيه؟ الإلهي. واخدين بالكم؟ ولما يكمل الناموس يستطيع يشوع أو يسوع إن هو يعبر بإيه؟ بالشعب. طبعا ربنا خد موسى وسمح له يموت بالطريقة دي عشان الشعب ما يعبدوش، لان موسى كان عندهم ايه؟ عظيم جدا. ومش العظمه دي سرها ايه؟ سرها ان هو عبر بيهم
سرها ان هو كان دايما وشه ايه؟ مضيء. ده احنا لما بنلاقي جسد قديس ما تحللش وبيبقى يعني برضو في تأثر. تخيلوا بقى موسى ده لو ربنا ورى لهم مكانه وفتحوا القبر بتاعه كده ولقوا وشه منير، كانوا يعملوا فيه ايه؟ كانوا يعبدوه. عشان كده ربنا ايه، ودي برضو ليها رمز روحي اللي هو ايه، ان الانسان لو قدر ينفذ وصايا في الناموس هيتعبد لايه؟ للناموس. ما هو الناموس هنا رمزه مين؟ موسى. ودي المشكله اللي وقع فيها اليهود، ان هم اعتمدوا على حاجتين، اعتمدوا على ان الله اختارهم واعتمدوا على حرفيه الناموس. واخدين بالكم؟ ومع حرفيه الناموس دي ابتدوا هم ايه يلخبطوا فيها، زي مثلا لما يجي يقول اكرم اباك وامك في الوصايا، وبعدين هو يقول له لا، ده الوصايا بتاعت ربنا قبل وصايا الاهل، فهم يروحوا ملخبطين الناموس ويقول له ما دام انت اللي هتدي لابوك وامك تندروا للهيكل يبقى دي للهيكل ما تديلوش. يبقى هم عملوا ايه هنا في الناموس؟ حوروه وزوروه. عشان كده ربنا قال لنا الاعمالهم اسمعوا كلامهم وعملهم لا ايه لا تعملوا. بعد ما مات موسى ربنا ابتدى يكلم يشوع، وهنا يستخدم تعبيرين لطاف قوي. يقول بعد موت موسى عبد الرب، يبقى موسى اللي وجهه متوهج بالنور ده، وموسى العظيم، وموسى القائد، وموسى الحليم، في النهاية هو ايه؟ عبد ربنا. ولما يتكلم على يشوع يتكلم عليه ان هو ايه؟ خادم موسى. كلمة خادم هنا مش معنى خدام، لكن كلمة خادم هنا بمعنى ان هو تلميذه. فاذا كان موسى عبد الرب فيشوع هو ايه؟ خادم عبد الرب. سر العظمة في موسى ويشوع هو ايه؟ هو التصاقهم بربنا، هو التصاقهم بايه؟ بربنا. عشان كده موسى ويشوع نجحوا في العمل اللي ربنا ادهولهم. واحنا شفنا ان موسى قبل ما يموت وضع ايده على يشوع علشان يديله هذه الايه؟ النعمة. والطقس ده ما زال موجود، احنا الكهنوت بيبتدي بحاجة اسمها وضع اليد، ان الاسقف يضع يده او البطرك يضع يده، فبنلاقي ان مثلا في رسامة الشماس الكامل الاسقف بيضع يده عليه، رسامة الكاهن نفس الشيء، رسامة الاسقف بيجتمع المجمع كله ويحطوا ايديهم ايه عليه. القانون يقول البطرك واثنين او ثلاثة اسقف على الاقل. فيبقى هنا موسى نقل النعمة اللي فيه لمين؟ ليشوع. ودي واحد من الاباء قال القول اللطيف جدا، قال لا يرسم الكاهن الا الكاهن، لان الكاهن الذي يرسم، طبعا هنا الاسقف، جواه نور، النور ده بياخد ربنا بياخد منه وبيدي. زي مين؟ زي موسى لما جاب السبعين شيخ وربنا قال له ايه؟ هاخد من الروح اللي عندك وايه وديهم. طب انت يا رب ما عندكش زيادة من الروح دي، لازم تاخد من موسى؟ موسى مش هينقص، ولكن هم هيبقى عندهم نفس الروح اللي عند ايه؟ موسى. عشان كده احنا عندنا الكهنوت ايه؟ واحد، كهنوت واحد. أن الرب كلم يشوع بن نون خادم موسى قائلا موسى عبدي قد مات. موسى عبدي ايه؟ قد مات. يبقى أنت النهاردة دورك يا يشوع يبتدي، فالآن قم أعبر هذا الأردن أنت وكل هذا الشعب إلى الأرض التي أنا معطيها لهم، أي لبني إسرائيل. موسى عبدي قد مات تساوي أن الناموس لا يرث الأبدية. فلما موسى يموت مين يقوم؟ يشوع يقوم. وده بالضبط العهد الجديد للعهد القديم، علاقة العهد القديم بالعهد الجديد، ان العهد القديم انتهى بمجيء مين؟ المسيح. احنا ما بنستعملش تعبير العهد القديم مات لان هو متواصل، لكن اللي هنا احنا بنتعلمه ان موسى عبدي قد مات، يبقى موسى كده قد أكمل. عارفين لما واحد يجي يكمل رسالته زي بولس الرسول، سيد المسيح على الصليب قال إيه؟ قد أكمل. وبولس الرسول قال إيه؟ حفظت الإيمان والسعي وكل، وأخيرا وضع عليه.
فهنا موسى تم الرسالة بتاعته. فالآن قم أعبر هذا الأردن أنت وكل هذا الشعب إلى الأرض التي أنا معطيها لهم أي لبني إسرائيل. تلاحظوا هنا ده عمل النعمة. قيام يشوع والأرض اللي ربنا بيديها دي عطية منين؟ من ربنا. ويقول له تعبير لطيف جدا، كل من موضع تدوسوا بطون أقدامكم لكم أعطيته كما كلمت موسى. يعني هو أنا النهاردة لو عايز أمتلك حتة أرض في لوس أنجلوس أمشي فيها بس كده أو ممتلكها؟ كانش حد إيه؟ لكن المشي مع ربنا عجيب، ليه قوانين تانية، ليه قواعد تانية. كل موضع تدوسه بطون أقدامكم لكم أعطيته كما كلمت موسى. أنا هقول كما كلمت موسى وبعدين أرجع للجزء الأولاني. ربنا هنا في الآية دي بينفذ إيه؟ وعده، اللي وعد بيه موسى واللي وعد بيه إيه؟ إبراهيم، وعد بيه الشعب. الإصحاح ده على فكرة برضو بيتقسم ثلاث أقسام، عمل الله، عمل الخادم، عمل الشعب. الجزء الأولاني اللي احنا بنتكلم فيه ده عمل الله، موسى يموت وربنا يدفنه، يقود يشوع، انتوا تدوسوا وانا ايه اديكوا. كل موضع تدوسوا بطون أقدامكم لكم أعطيته. أعطيته هنا ده فعل ماضي ولا مستقبل ولا حاضر؟ ماضي، وده ضمان العطاء. يعني بيقول لك اعتبرها ايه؟ بتاعتك، معاك، انت لسه ما قمتش بس ايه. وده اللي كان بيتبعه داود مع ربنا، كان يكلمه في المشكلة وبعدين يقول له اشكرك يا رب لانك عملت وعملت وعملت. طب ده لسه ما حصلش حاجة، لكن ربنا وعوده ايه؟ صادقة وعطاياه بلا ندامة. يبقى هنا تدوسوا بطون اقدامكم، يبقى انت حدوس وتملك. حدوس وايه؟ وتملك. ولما حاجة تدوسها ببطن رجلك معناها ان انت مشيت ايه؟ فوقيها. ما تقدرش انك تدوس المكان ده كله وانت قاعد في مكانك، لازم ايه؟ تتحرك. عشان كده الاباء مسكوا الاية 3 دي وحطوها تحت عنوان كبير اسمه الجهاد والنعمة. اسمه ايه؟ الجهاد والنعمة. انت تدوس برجلك وربنا ايه؟ يشتغل. انت تدوس برجلك وربنا يشتغل. انت مثلا تقول ايه؟ انا عايز اتعلم الصلاة، انا غيران من الانبا بولا والانبا بشوي والناس القديسين دول. اقول لك هم داسوا باقدامهم على تعبهم، وقفوا يصلوا، وقفوا يكلموا ربنا، ربنا ادالهم روح الايه؟ الصلاة. الروح يشفع فينا بأنات لا ينطق ايه بها. تقول ربنا مثلا انا عايز اتعلم مثلا المحبة، يقول لك طيب يلا دوس على ذاتك تستطيع ان انا اعطيك محبة لايه؟ لكل احد. تقول ربنا مثلا انا عايز مثلا اتعلم عدم محبة القنية، ربنا يقول لك طيب حط كل رغباتك وشهواتك تحت رجليك وتلاقي ربنا ايه؟ يديك اكثر مما انت ايه تتخيل. التفسير الحرفي لتدوسوا بطون اقدامكم هي الجهاد. والشيء الجميل فيها انه مش جهاد صعب، لان ده جهاد ايه؟ ماشي ماشي. عارفين المثل الشعبي اللي بيقول اسعى يا عبده ايه ونسعى معك؟ اهي كده ربنا عايز يشوف منك بادرة كده انك تبتدي. يعني انت الصبح مثلا يوم الحد بتصحى تفتح عينيك كده، يوم الشيطان يقول لك ايه؟ يا سلام على النوم النهارده، كل يوم بتنزل بدري، نام، روح انت شايل الغطا كده ولا انا هنزل، انا رايح الكنيسه. تلاقي نفسك امتلأت نشاطا، امتلأت نشاطا. بينما لو ايه سمعت صوت الشيطان ورحت مغطي راسك، تلاقي نفسك نمت نومه ايه لغايه الساعه ما بدس يخلص. نفس الشيء في الصلاه، قوم صلي، لا بردان، لا هقوم اصلي. عشان كده البابا شنودة كان من نصايحه اللي في الصلاه يقول لك قول لنفسك هصلي مزمور واحد. ما انا لو قمت في باكر وقلت هصلي 18 مزمور مش هقوم، مش كده؟
أصلي مزمور واحد وتلاقي مزمور خد مزمور خد مزمور وخلصت الصلاة. ليه؟ تدوس أعطيك. تدوس إيه؟ أعطيك. بولس الرسول يقول أمين هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا. يعني ربنا عايز إيه؟ يديك. مرة كنت قاعد مع أب كاهن كان مسؤول عن الكليركية، فكان بيسأل الولاد أسئلة كده لطيفة خالص. أنا الحقيقة يوميها استغربت عليه بس اتعلمت منه. يقول للولاد إيه؟ هو الأنبا بشوية اللي شال المسيح اسمه إيه؟ هو ربنا بيعمل معنا كده. الأنبا بشوية اللي شال المسيح اسمه إيه؟ اسمه الأنبا بشوي. الأنبا بولا للغراب كان بيجيب له نص خبزة اسمه إيه؟ ربنا بيقول لك كده، أنا عايز أديك بس أنت تعمل إيه؟ تتحرك معايا. تدوسوا بطون أقدامكم، كمان الآباء بيرمزوا ليها بجحد الشيطان. يعني أنتوا في المعمودية لما شلتوا ولادكوا وقلت له أجحدك أيها الشيطان، يبقى على رأي واحد من ألف كتاب مثلا سماء الشيطان تحت الأقدام. الشيطان تحت الإيه؟ الأقدام. ليش دعوة بمفاهيمه، لكن يعني أنا باخد بس العنوان. إن الفكرة إن أنت لما بتجحد الشيطان، الشيطان بيبقى تحت إيه؟ رجليك. والكلام ده صح كتابيا، لأن الكتاب قال إيه؟ تدوسون الحياة والعقارب. عارفين إحنا دلوقتي في عصر الشيطان ملوش سلطان علينا، بس احنا بإرادتنا اللي بنخلي الشيطان يبقى له ايه؟ سلطان علينا بقبول الشيطان. فدي حتة لازم تكون ايه؟ واضحة. فالحتة دي تعلمنا ان محبة ربنا غير محدودة، بس لازم ان انت ايه؟ تجاهد، لازم تبتدي تتحرك، لازم تدوس عشان تاخد ميراث هو ايه؟ لك. عشان كده بولس الرسول قال آية جميلة قوي، الأسعى لعلي أدرك. أسعى لعلي إيه؟ أدرك. وحتى كلمة لعلي دي مش قوية قوي بالنسبة للمفهوم يعني، لكن ما فيش شك إن اللي هيسعى ربنا هي إيه؟ هيديله، وهيديله بإيه؟ بعطية كبيرة. من البرية ولبنان هذا إلى النهر الكبير نهر الفرات. البرية اللي هي اللي هما طالعين منها، لبنان النورس بتاعهم الشمال بتاعهم، ولبنان كانت بترمز للبياض. إلى النهر الكبير نهر الفرات. نهر الفرات ليه اسمه نهر الكبير؟ لأن طوله 2850 كيلو، طويل جدا. جميع أرض الحيثيين وإلى البحر الكبير نحو مغرب الشمس يكون تخمكم. البحر الكبير زي ما قلته لكم هنا هو بحر الأبيض المتوسط. يبقى الأرض اللي ربنا عايز ولاده يورثوها من البرية من مصر لغاية لبنان، ومن العراق أو من نهر الفرات لغاية البحر الأبيض المتوسط، جميع أرض الحيثيين. الحيثيين دول من ولاد كنعان، بس هو على الرغم أن كان في خمس شعوب عايشين في المنطقة دي، هو اختار الحيثيين لأن الحيثيين كانوا ليهم إمبراطورية. يعني عارف أنا مثلا إيه؟ لو قلت لك أنت غلبت مثلا شمشون، هل محتاج أقول لك مثلا أنت غلبت أي حد تاني whatever his name؟ يعني خلاص اللي يغلب ده يغلب إيه؟ أي حد. فربنا هنا بيقول لهم جميع أرض الحيثيين، يعني هذه الإمبراطورية العظيمة والأربع شعوب الباقيين دول مش هياخدوا في إيديكم حاجة. هنا في بقى مفهوم حلو خالص، ان الحدود دي هي حدود السماء، هي دي الارض اللي هتفيض لبن وعسل. بره الارض دي في بريه، وبره الارض دي في بحر ايه؟ ضخم. فاللي هيطلع بره السماء، انا بتكلم تفسير رمزي، اللي هيطلع بره السماء يا اما هيبقى في حاله قحط يا اما في حاله دوامات. وانا هشبهها هنا بحياتنا العمليه. يعني أنا حياتي في الأرض، لو أنا مش عايش الملكوت وأنا على الأرض اللي هو المحبة والفرح والسلام وعايش مع ربنا،
هتبقى يا إما حياتي برية يعني حياتي قافلة قاحلة كده، يا إما حياتي هتبقى دوامة زي دوامات الإيه البحر، والاتنين حاجة إيه مش حلوة. فربنا هنا بيقول لك إن الأرض دي هي اللي هتاخدوها وهي دي اللي هتفيض لبن وعسل. عمليا الشعب إسرائيل لم يأخذ هذه الأرض كلها، يعني عمرهم تاريخيا ما امتلكوا كل هذه الأرض. إيه السبب؟ إن كل العطية دي كانت مشروطة بإيه؟ بطاعة الوصية، وهم ما خدوش كل أرض الحسيين، لأن هو أنت عارفين هم عملوا زي إيه؟ زي واحد ينجح شوية يقوم إيه؟ يريح، يقول لك ما عاد ألعب بقى شوية. أنا بشبهها بالعيال بتوعنا هنا، يخشوا الأندر جراد سكول، ياخدوا 4 سنين يجيبوا نمر حلو، يقول لك إيه أما بقى إيه؟ أريح بقى شوية، يروح واخد له سنة سنتين وشفت حالات ما راحوش الجراد سكول خالص. ليه؟ ريح. فأنا ما بحبش موضوع الراحة ده. تاخدها كده إيه؟ ورا بعضها عشان تاخد ميراثك كله، لكن تقعد تريح اللي إيه؟ اللي بيريح ده قال إيه؟ قاموا للعب وإيه؟ والشرب. وخلاص راحت منهم الشغلانة. وده اللي عمله الشعب، ابتدوا بقى يعبدوا آلهة الوثنيين وابتدوا يتجوزوا منهم وابتدوا كل ده خلاهم ايه. عشان كده نتمم خلاصنا بخوف وايه ورعدة. يبقى هنا لم يرثوها لانهم لم ايه لم يطيعوا. بعد كده ربنا يقول آية رائعة ليشوع. كل ده عمل ايه؟ إلهي. احنا كل ده في الجزء بتاع عمل الله في الحرب والنصر. لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك. أنا عايزكم بس تسرحوا شوية في الجملة دي. عمركم شفتوا إنسان كده؟ في إنسان محدش وقف وجهه؟ ده في البيت الست بتقف قدام الراجل، وفي الشغل المدير بيقف قدامك، وجيرانك معرفش بيعملوا إيه، وأشكال والوان. يعني لو أعدائك مفقوش في وشك، أصحابك برضه هيجي عليهم يوم إيه؟ يقفوا. لكن هنا ربنا، لأن يشوع زي يسوع المنتصر دايما، ده يقول له إيه؟ لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك. طب يا رب ده موسى العظيم في الأنبياء الذي لم يقم نبي مثله وقف قدامه. مين فاكرين أول واحد وقف قدامه؟ العبرانيين قرايبه، قالوا له أنت هتقتلنا زي ما قتلت المصري، فخد بعضه إيه؟ وهرب. وطبعا يعني فرعون وقف لما شبع، والشعب ده الشعب قالوا له أنت جايبنا هنا عشان تموتنا، إحنا هنعين رؤساء تانيين ويرجعونا مصر، إحنا عايزين ناكل سمك وكرات ومش عايزين البرية بتاعتك دي. ده غير بقى عمليق وغير وغير وغير. يعني موسى بجلالة قدره وقف في وجهه الناس ايه كتير، لكن يشوع بيقول له ايه؟ لا يقف انسان في وجهك كل ايام حياتك. ايه رأيك وانت رايح انترفيو كده، ولا وانت هتعمل مقابلة خايف منها، تروح تقرا يشوع 1 وتقول له يا رب كما وعدت يشوع أنه لا يقف إنسان في وجهه، أنا مش عايز كل أيام حياتي، أنا عايز النهاردة بس، أنا بس طالب النهاردة بس. تقدر كده تتذلل لربنا وتطلب منه الطلبة ديت، تقول له رب أنا بس إيه مش عايز حد يقف لي النهاردة بس. وبعدين لأن موسى يشوع كان تلميذ موسى، فهو بيقول له كما كنت مع موسى أكون إيه معك. طبعا ربنا هنا حس ان يشوع عنده رجفه، لانه بيقول له ايه قوم واعبر. يعني هو مش بيقول له قوم قدهم وامشي بيهم، ده بيقول له قوم وايه واعبر، وهيقابل 5 شعوب قويه. لذلك ربنا بيطمنه الاول، ربنا بايه بيطمنه الاول، زي ما عمل مع ارميا وزي ما عمل مع ناس كتير. فهنا بيقول له كما كنت مع موسى اكون معك. يشوع كان واقف مع موسى في عبور البحر، وكان واقف معاه في الصخرة، وكان واقف معاه لما نزل شاف الشعب كله بيعبد العجل، وشاف قوة ربنا قد إيه كانت معاه. وطبعا قال له الآية الذهبية اللي دايما إحنا بنحفظها وبنقولها كتير، لا أهملك ولا إيه أتركك.
الآية دي لو أنت بتسمعها من واحد كبير ولا مدير بتحس بالأمان، طب ما تسمعها من صوت ربنا تحس بإيه؟ أقول لكم الحق، أحيانا ما بنحسش بحاجة، أحيانا ما بنحسش بحاجة. أما نفتح الإنجيل كده وأقرأ لا أهملك ولا أتركك، أقول له طب ابعت لي علامة، ابعت لي كارت، ابعت لي واحد ياخدني من إيدي ويخلص لي الموضوع. لكن ربنا بيقول له إيه؟ لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك، كما كنت مع موسى أكون معك لا أهملك ولا أتركك. لو ما قدرتوش تحفظه يشوع 1:5 احفظه بس لا أهملك ولا إيه؟ أتركك. صدقوني الإنسان اللي يضع هذه الآية في قلبه، قلبه يكون في صخر. هو ده الإيمان المؤسس على إيه؟ الصخر. وده سر القوة اللي احنا محتاجينها في أيامنا في الفترة ديت. يعني أنا عارف إن 80% من وقتنا رايح في التوك شوز والتحليلات وتحليلات التحليلات، وده قال وده عاد والقصص دي كلها، لكن كل الموضوع محتاج إن احنا نقول له يا رب أنت وعدت يشوع وزي ما كنت مع موسى كن معانا ونفذ وعدك لا أهملك ولا إيه أتركك. عارفين أن يعني أنا مش عايز أسرح كتير في الحتة دي، بس هو الحقيقة ربنا ما بيتركناش، بس إحنا اللي بن إيه بنتركه. عارفين لما يكون عيل صغير معدي الشارع يوم يلاقي الأوتوبيس جاي يوم يشد إيده من إيد مامته ويجري ياخد الأوتوبيس بالحضن، إحنا بنعمل كده مع ربنا. لكن المفروض الطبيعي ان احنا لما نلاقي كده نمسك فيه اكتر. عشان كده قال له تشدد وتشجع لانك انت تقسم لهذا الشعب الارض التي حلفت لابائهم ان اعطيهم. هنا ربنا لا اهملك ولا اتركك بالظبط زي تشدد وايه وتشجع. الانسان ممكن يبقى شديد يعني قوي، يعني مهما تخبط فيه ما ايه ما يتهزش. والشجاعة ده التعبير عن الحركة، يعني التشدد هو صلابة الوقفة والتشجع هو القدرة على الايه الحركة للأمام. فهنا بيقول له أنا معاك تشدد وتشجع، وبعدين بيديله علامة إن أنت اللي هتقسم الأرض. يعني مش بيقول له إن أنا هخليه من هزمه قدامك، ده أنت هتخش وتنتصر وتملك، ومش بس كده ده أنا هخليك أنت اللي تقسم الأرض. وزي ما قال له كما كلمت موسى في آية 3 في آية 6 بيقول له التي حلفت لأبائهم أن أعطيهم. يبقى هنا ربنا نحط عنوان كده أمانة الله، وإن لم نكن أمناء هو يبقى إيه أمين. أمانة ربنا في حياتنا على الأرض إن إحنا أي وقت نرجع له يقبلنا، وأمانة ربنا في السماء إن إحنا لو تنينا غلطانين هيحاسبنا بإيه بعدل. ما دي أمانة، وإلا لو قال كله يدخل يبقى مش أمانة مع الكويسين، مش كده؟ فاستفيد من الأمانة بشقيها. إنما كن متشددا وتشجع جدا لكي تتحفظ للعمل حسب كل الشريعة التي أمرك بها موسى عبدي، لا تمل عنها يمينا ولا شمالا لكي تفلح حيثما تذهب. سر التشدد والتشجع حاجتين، الالتصاق بالله والالتصاق بالوصية. يعني انت ما تقوليش انك هتبقى شديد وشجاع وانت ما بتفتحش الانجيل، او انت ما بتصليش، او انت عايش حياة بعيدة عن ربنا بس في البطاقة بتاعتك اسمك مسيحي، ده مش هيديك اي شجاعة ولا اي حاجة. لكن هنا بيقول له الحاجتين سر التشدد والتشجع الالتصاق بالوصية والالتصاق بالله. عشان كده قال له ايه؟ لا تمل عنها يمينا ولا شمالا، وده اللي اليهود للأسف وقعوا فيه بعد كده. لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهك فيها نهارا وليلا لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه، لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح. من أول آية 7 ده عمل الخادم. لو الخادم بيقود بالسكيلز بتاعته، الليدرشيب بتاعته، الشطارة بتاعته، الكاريزما بتاعته، كل ده مش هيوصل. لكن ايه اللي يوصل؟ هو التصاق، ان الناس تشوف في الخادم انجيل معاش، وصية ربنا ايه محققة. ما يقولش الخادم للشعب مثلا
كل واحد يبقى لطيف في بيته ويلاقوا الخادم ده نفسه فظ، ما يقولش مثلا اي حاجه اي وصيه. عشان كده الالتصاق بالوصيه في اساسه هو ايه؟ تنفيذ، مش الحرفيه الخارجيه. وبعدين عشان تقدر تنفذها بيقول لك لا يبرح سفر هذه الشريعه من فمك. وده اللي البابا دايما كان ينادي بيه اما يقول احفظوا الايات تحفظكم ايه الايات. يعني من الحاجات الكتيره اللي احنا بنتحارب بيها في الزمن بتاعنا ده حروب الافكار. حروب الايه؟ الافكار. من انجح الردود على حروب الافكار هو حفظ الايه؟ الايات. لان انت بتسحب ايه من جواك وتايه وتطلعها، واخد بالك؟ يعني مثلا يجي الشيطان يقول لك ايه فلان ده عمل معاك موقف وانت لازم تاخد منه موقف شديد وي وي وي، يقول له تيجي انت تقول له ماشي هو غلط بس الكتاب قال اغضبه ولا تخطئه. طب ازاي ما اخطيش وانا هبتدي دلوقتي ايه اغضب؟ يبقى الاحسن ايه؟ ما اغضبش. الاغضب الاحسن ايه؟ ما اغضبش. وهكذا تلاقي اما لا يبرح سفر هذه الشريعه من فمك. اليهود نفذوا ده بس بصوره شكليه، يعني انتوا عارفين في الطقوس بتاعتهم عندهم اسفار الشريعه دي بالذات واسفار موسى في ايام معينه لازم يقروها كلها ويرددوها. بس انتوا عارفين القصه اللي حكيتها لكم كتير بتاعه الثلاثه اللي راحوا الدير واللي قبلوه في الدير فيهم هو مين؟ فاكرين القصه دي؟ ثلاثه راحوا يترهبنوا، فرئيس الدير ادى لكل واحد انجيل وقال له هديك شهر. بعد الشهر جابهم قال له انت عملت ايه؟ قال له انا سخت لك واحد تاني. قال له انت مليت الدير ورق. والتاني انت عملت ايه؟ قال له انا حفظت جزء كبير. قال له مليت الهوى كلام. التالت قال له انا بجاهد احفظ ايه انفذها. قال له انت بقى تقعد معنا، انت اللي حياتك دي. فلا تبرح سفر هذه الشريعه من فمك بل تلهج فيها نهارا وليلا. اللهج هو ان تستحضر ما هو ايه داخلك. ما هو ايه داخلك؟ عارفين اللهج للافكار زي الاكترار للاكل. عارفين الجمل بايه بيكتر فبيرجع ايه يهضم الاكل اللي هو بياكله بيخزنه ده. اهو انت برضو تقدر تروح حافظ كده مثلا الرب راعي فلا يعوزني شيء في مراعٍ خضره يربطني. وبعدين تروح ايه وانت نازل كده بقى بتفكر في الرب وايه راعي. يبقى انت هنا بايه بتلهج لان انت حفظت المزمور الرب راعي فلا يعوزني شيء. وبعدين بتلهج فين؟ في كلمات المزمور وانت بتايه بتفكر فيها. وده لو قلبك وفكرك انشغلوا تتحفظ للعمل، يبقى عملك هيكون حسب وصيه ايه ربنا. والانسان اللي بيلهج في وصيه ربنا الوصيه بتحفظه لان هو بيكون مصان بسياج الوصيه. يعني تفتكروا لما واحد مثلا بيشتم او يغضب او يعمل اي حاجه زي كده في حاجه اسمها التغييب الروحي. عارفين يعني ايه التغييب الروحي؟ ان الانسان ينفصل عن حضره الله والانسان يحس ان هو مش شايف ربنا. الشيطان يخش بينك وبين ربنا فتلاقي نفسك عمال تلخبط. لكن لو انت وجودك دائم في حضرة ربنا لا تستطيع ان انت تغلط. تتحفظ للعالم حسب كل ما هو مكتوب فيه لانك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح. واخدين بالكم هنا في كم درجة؟ حفظ، لهج، تحفظ في العمل، اصلاح للطريق، وتفلح يعني ابتدت ايه تنجح. ودي اللي هي 7 و8 دور الخادم. أما أمرتك تشدد وتشجع لا ترهب ولا ترتعب لأن الرب إلهك معك حيثما إيه تذهب. هنا ربنا بيقوي قلب يشوع إن هو يخش إيه المهمة ديت. أنا الحقيقة عايز أقول لكم حاجة بسيطة هنا. الإنسان لما بيحس بالقوة ديت وبيحس بالعمل ده بالضبط زي مجموعة ماشية مع بعض. كان في تجربة مرة عملوها إن هم حفروا حفرة كده كبيرة وجم قالوا ايه هنقول لواحد واحد يجري لغاية يقف قدام الحفرة وبعدين ينط الحفرة دي. فكل واحد كان يجي عند الحفرة دي كان يعمل ايه؟ يقف. ما لا ما يخطرش ما يعديش. وبعدين جابوا واحد قوي وقالوا له احنا هنجري كلنا مع بعض ولما تقابلكم الحفرة دي ايه جامب اوفر. لما كلهم جريوا مع بعض حصل ايه؟ كلهم عدوا.
في الحياة الروح يشوع كان هو اللي empowered by God، كان هو اللي اتقوى بربنا، ولما ابتدى ينطلق الشعب كله ايه انطلق معاه، فعبرت الكنيسة في الأردن ال 12 حجر اللي اتكلمنا عليهم المرة اللي فاتت. لكن هنا أنا بمثلها بالحياة الروحية، ودي احنا بنشوفها في خدمة التين ايجر والشباب كبيرة جدا. يعني لما تلم الولاد حوالين واحد كده بتاع ربنا تلاقي الولاد كلهم ايه بتوع ربنا، ولما تلم الولاد حوالين واحد تعبان، بس طبعا المشكلة ان الاسهل انك تبقى ايه تعبان اكتر ما تبقى ناجح. عشان كده دايما بننصح بكده، ودايما احنا في خدمة الشباب بندور على اللي بنسميهم المانتورز. المانتورز اللي هم الايه الالدر براذر، اللي هم الناس اللي هم يبقوا ايه قدوة. يعني انتوا ككبار بتختاروا، كل واحد عارف طريقه وسكته، الولاد الصغيرين بيأثروا على بعض. عشان كده ربنا بيقول له أما أمرتك تشدد وإيه وتشجع، لا ترهب ولا ترتعب. ليه؟ لأن الآية اللي بعد كده هيبتدي دور الشعب، يبقى لازم يشوع لما يقف قدامهم يبقى إيه تشدد وتشجع ولا ترهب ولا ترتعب، لأن الرب إلهك معك حيثما تذهب. حيثما تذهب، بس خلي بالكو حيثما تذهب دي مش مفتوحة، ده هو حيثما قدني إيه أسير، يعني هو بيروح في الحتة اللي ربنا بيقوده فيها. فجي بعد كده الجزء الأخير في الإصحاح دور الشعب، فأمر يشوع عرفاء الشعب قائلا، نفس الترتيب اللي موسى كان ماشي بيه، جوزوا في وسط المحلة وأمروا الشعب قائلين هيئوا لأنفسكم زادا لأنكم بعد 3 أيام تعبرون الأردن، هذا لكي تدخلوا فتمتلكوا الأرض التي يعطيكم الرب إلهكم لتمتلكوها. الموضوع ده احنا لما بنعمل رحلة بيطلع فيها 100 واحد بنقعد نرتب ونعمل مجهود وده قعد هنا وده راح هنا وده راح، قصص. تخيلوا موسى بيتحرك ب2 مليون، بيتحرك بإيه؟ ب2 مليون، وحيعبر بيهم نهر، ونهر الأردن كان نهر صعب أو مازال نهر صعب. ليه؟ انتوا عارفين مياه النهر بتجري ازاي؟ ان بيبقى فيه تدرج، يعني الحته اللي بتمشي فيها الميه اوطى من الحته اللي ايه اللي الميه جايه فيها. يعني انتوا عارفين مثلا مياه النيل بتبتدي مرتفعات الحبشه فبتنزل تجري، وكل ما الارض تنخفض المياه ايه تجري لغايه ما بتروح للبحر الابيض. معدل الانخفاض ده بيتحكم في حركه المياه. انا مش بشرح لكم جغرافيا، يعني الموضوع سهل. يعني انا لو جبت حاجه هنا وحاجه هنا وكبيت ميه هنا هتنزل في ثانيه، لو الحاجه المسافه بينهم صغيره هتمشي ايه. اديكم بقى فكره بسيطه، انتوا كلكم شفتوا النيل مش كده؟ معدل الانحدار في نهر الاردن 30 ضعف النيل، 30 ايه ضعف النيل. تعال بقى عدي ب2 مليون في الماء الجاري ده، يبقى شكله ايه؟ طبعا شكله ايه، شكله صعب مش كده؟ ولكن ربنا كان بيقول له تشدد وإيه وتشجع. فابتدى العرفاء حسب ترتيب التقسيم اللي اتكلمنا فيه قبل كده يقولوا هيئوا لأنفسكم زادا لأنكم بعد 3 أيام تعبرون. الزاد هنا الآباء اتكلموا عليه إن هو عمل ربنا معهم، إن الإنسان يبقى شبعان بربنا. الذي يعبر الأردن لابد إن هو يكون إيه ماسك في ربنا وشبعان بربنا، لان هم معاهم الاكل طبيعي. يعني هم مش هيسيبوا اكلهم ويعدوا، ده هم رايحين يعيشوا. يعني انت لما بتكون رايح بيكنيك بتاخد اكل معاك، تخيل بقى لو انت معزل خالص مش بتسيب حاجه. فهنا هم واخدين معاهم، لكن الزاد هنا الاباء كلهم شرحوه ان هي دي وصيه ربنا وان ده عمل ربنا، لانكم بعد 3 أيام تعبرون الاردن. طبعا انتوا فاهمين 3 أيام دي كمسيحيين، عارفين الثلاث أيام دي رمز للإيه؟ للقيامة، رمز للقيامة. فالنهاردة عبور الأردن هو العبور من الموت للإيه؟ للحياة، من التوهان في برية سينا إلى الأرض التي تفيض لبن وعسل. فهنا بيقول لهم بعد 3 أيام تعبرون الأردن لكي تدخلوا فتمتلكوا الأرض التي يعطيكم الرب إلهكم لتمتلكوها. يبقى هنا ده تنفيذ الوعد، نفذ لمين؟ اللي اتولدوا فين؟ في البرية.
ثم كلم يشوع الرأوبينيين والجاديين ونصف سبط منسة. الرأوبينيين اللي هم ناس لمين؟ رأوبين. والجاديين اللي هم سبط مين؟ جاد. ونصف سبط منسة. السبطين ونص دول كانوا غاويين رعاية غنم. ولقوا في غرب الأردن مساحات بسيطة ومفتوحة، فقالوا لموسى احنا عايزين نقعد هنا، مش عايزين نعدي الايه؟ الأردن، مش عايزين نعبر للشرق. والأباء قالوا ان دول رمز للعهد القديم اللي هم ما عبروش للأرض الموعد، لكن قال لهم لازم تجاهدوا. يعني موسى لما وافق بتصريح من ربنا كان بشرط ان هم يروحوا يحاربوا. فسبت رأوبيم وسبت جاد ونصف سبت منسة، قال لهم اذكروا الكلام الذي أمركم به موسى عبد الرب قائلا. الرب خلي بالكم دايما بيتكلم على موسى ايه؟ عبد الرب، عشان يفهموا ما يبقاش ايه موسى اللي هيعبدوه. الرب إلهكم قد أراحكم وأعطاكم هذه الأرض، نساءكم وأطفالكم ومواشيكم تلبس في الأرض التي أعطاكم موسى في عبر الأردن، وأنتم تعبرون متجهزين مع إخواتكم كل الأبطال ذو البأس وتعينهم. يبقى هنا هم هيخلوا نساءهم وأطفالهم ومشيهم في الغرب، وهم الرجالة منهم بس اللي هتحارب. يبقى الضعفاء في الناموس مش هيقدروا يعبروا، لكن اللي يقدروا يتقووا ويحاربوا يقدروا يكملوا. حتى يريح الرب إخواتكم مثلكم ويمتلكوا هم أيضا الأرض التي يعطيكم الرب إلهكم، ثم ترجعون إلى أرض ميراثكم وتمتلكونها التي أعطاكم موسى عبد الرب في عبر الأردن نحو شروق الشمس. هنا اتضاع يشوع جميل قوي، لأن ربنا قال لي يشوع أنت اللي إيه هتقسم الأرض، لكن هنا هو مازال بيقول لهم إن موسى اللي إيه اللي وعدكم. احنا اتكلمنا في الحتة دي قبل كده فمش هكرر الكلام فيها. فأجابوا يشوع قائلين كل ما أمرتنا به نعمله وحيثما ترسلنا نذهب. الشعب في البداية بيبقى دمه خفيف قوي، بيبقى ايه مطيع. بيفكرني بالآية اللي بتقول فقبلوا الوصية بفرح. فقبلوا الوصية بايه؟ بفرح. على الرغم خلي بالكم هنا في مبدأ مهم جدا، ان الناس دي ميراثها ومواشيها ونسائها كلها في أمان في أرض هم خدوها أوريدي، فهم مش محتاجين يعدوا ويحاربوا، لان اللي هيعدوا ويحاربوا دول اكيد في ناس منهم ايه هتموت. لكن ده التنفيذ العملي للمحبة الايه الأخوية، لأن هو ربنا قال لهم بشرط أنكم تقعدوا هنا وترسوا هنا لازم تروحوا وتحاربوا حتى يريح ايه الرب إخواتكم مثلكم. فهنا ده تطبيق عملي على وصية المحبة، أو وصية في العهد الجديد بنسميها وصية الميل الثاني، اللي أنك تعمل الحاجة على الرغم أنها أنت بيرسونالي مش محتاج تعملها، ولكن تعملها من أجل ايه اخواتك. زي ما بولس الرسول كده لما قعدوا يتخانقوا على اكل اللحم فقال لهم ان كان اكل اللحم يعثر اخي فلن اكل لحما. مش عشان اللحمه وحشه او هو عنده جاوت ابدا، لكن عشان اللحمه دي كانت بتعثر ايه الناس. حسب كل ما سمعنا لموسى نسمع لك. يا سلام، يشوع كان سعيد جدا. يعني ربنا بينفذ له بتاعه الايه بتاعه ان لا يقف امام وجهك انسان دي في نفس الاصحاح. تخيلوا كده لما ابونا يقف يقول كده حاجه والشعب يبقى مطيع جدا كده. حسبما كلما سمعنا لموسى نسمع ايه لك. وقبلها يقول له كلما ما امرتنا به ايه نعمله وحيثما ترسلنا ايه نذهب. الحقيقه يعني يشوع واخد بركه كبيره. إنما الرب إلهك يكون معك كما كان مع إيه؟ مع موسى. هنا تلاحظوا في لغة إن الشعب عامل فاصل بينه وبين مين؟ ربنا. يعني حط قبل كده قالوا لموسى إيه؟ اطلع لربنا وكل اللي يكلمك قول لنا إحنا هنعمله، أنت بس اطلع له أنت لوحدك كده، ملناش إحنا في البروق والنار والقصص دي. وهنا بيقولوا ليشوع إيه؟ الرب إلهك يكون معك كما كان مع إيه؟ موسى. مش بيقولوا له الرب إلهنا، بيقولوا له الرب إيه؟ إلهك. هنا دي بتبين دور الكاهن أو دور الخادم، إن هو بيقف قدام ربنا كإيه؟ كشفيع عن الناس، وبيقف قدام الناس كممثل لإيه؟ لربنا. بيتكلم بس مش من عنده، بوصية إيه؟ ربنا. عشان كده أحيانا إحنا بنبقى عايزين نعرف حاجة، وأنا يعني مش مفروض أقول كده، يعني بنبقى قاعدين في قاعدة مثلا وتلاقي ربنا يدي الواحد فكرة مش يعني معرفهاش، معرفش جات منين،
طبعا انا باخدها زي حمار بالعام ان ربنا بيتكلم يعني، حتى يتكلم على الحمار يتكلم على اي حد اكتر شويه يعني. فهي هنا يقولوا له الرب الهك يكون معك كما كان مع ايه موسى. كل انسان يعصى قولك ولا يسمع كلامك في كل ما تامره به يقتل، انما كن متشددا وتشجع. طبعا هنا ربنا واضح انه لمس القلوب، يعني واضح كده انه لمس القلوب، فالناس دي ابتدت تبقى ايه عندها هذا الاستعداد انهم بيامروا يشوع ان اللي ما يسمعش كلامه ايه يتقتل. وهم نفسهم بيكرروا لربنا قال له كن متشددا وايه وتشجع. لا يشدد قلب الخادم اكتر من وصاية ربنا اللي بيقول له تشدد وتشجع، ومن عزيمة الشعب اللي بيحس ان هم بيثقوا في عمل ايه ربنا. طبعا هنا في نقطة مهمة ان هم بيقولوا له كل ما نسمع لك فيه هو نحن نسمع لربنا. يبقى هنا مسؤولية متبادلة ان كل ما يوصي به الخادم يكون وصية ايه الهية، ما يخدمش بفكره الخاص. وفي نفس الوقت ان الشعب يعتبر ان هذا الامر هو وصية منين؟ من ربنا. وهنا في الحقيقة بيبقى مطلوب ان الشعب يبقى عنده دراية ومعرفة. عشان كده يوحنا لما قال ان جاكم احد بغير اللي احنا كلمناكم ما تقبلهوش، يبقى الشعب نفسه عنده الوعي ان هو يعرف ايه وصية ربنا. لان الموضوع ده كان حصل في بعض اماكن مش في الكنيسة القبطية، ان كان الناس بعدوا عن الكتاب المقدس فمش عارفين ايه الصح والغلط، فاللي بيقوله اللي بيقول بيبقى هو ده المرجع. لا ده هو بيقول صح وهم كمان عاملين ايه دبل تشيك كده، يبقوا عارفين ان الكلام دوت كلام ربنا. مفيش شك ان البداية هنا او الاستعداد للحرب جميل وقوي. ربنا اكد معونته وامانته ومع ودوره، ويشوع اكد استعداده لحمل الراية، والشعب اعلنوا ولائهم ووفائهم وطاعتهم. فطبعا دي كانت بداية كويسة ان احنا يبتدي المرة الجاية نلتقي باول مدينة كبيرة اللي هي ايه اريحة. الآية الذهبية بتاعت الاصحاح ده ايه؟ لا اهملك ولا اتركك، لا اهملك ولا اتركك. وبعدين اللي عنده انترفيو هيحفظ اني آية 6 تشدد، آية 5 لا يقف انسان في وجهك كل ايام حياتك، كما كنت مع موسى اكون معك لا اهملك ولا اتركك. لما تبقى رايح كده مقابلة وقلقان تقول له يا رب لا يقف انسان في وجهك كل ايام حياتك، كما كنت مع موسى اكون معك لا اهملك ولا اتركك، والمجد لله دائما. في اي سؤال في الكلام ده؟ ايوه ما ده لسه. كل انسان يعصى قولك ولا يسمع كلامك في كل يقتل. اه طبعا حصلت مع خان ابن كرمي. ربنا قال له ما تاخدوش حاجه من اريحه، حرموها، هو خد. فربنا قال له عاخان وبيته يموتوا لانه في وسطك حرام يا اسرائيل. ما بصي في مبدا مهم لازم يبقى واضح، لا الى متى تعرجون بين الفرقتين. ما ينفعش ان انا امشي مع ربنا وامشي في الخطيه. طبعا في العهد القديم كان العقاب واضح وعلى طول، دلوقتي موجود عقاب برضو، بس العقاب دلوقتي ممكن ما يكونش الانسان يحسه زي الاول. يعني ابسط حاجه دلوقتي اجره الخطيه ايه؟ اما الانسان يعيش في الخطيه هو روحيا ايه؟ ميت. اما هو روحيا ميت ايه اخطر من كده؟ يمكن ربنا في مراحمه سايبه مديله شويه عمر عشان ايه يتوب، لكن هو اوريدي واخد العقاب الاكبر اللي هو اجره الخطيه والانفصال عن ربنا هو الموت. فاله العهد القديم والجديد هو واحد.